شحال من نجاح تحققنا واهدافنا كانوا ديما مرافقين امالنا، على بها صعيب على كل من نفسنا باش يهزمنا. خطتنا كانت ديما باحصاء ضعفنا، تعداد قوتنا، قدراتنا ومواهبنا باش نتغلبوا على نقائصنا. هذه الخطه خطتنا وقادرين نطبقوها علينا وفي حياتنا باش نبنيو مدارسنا، مستشفياتنا، نشيدوا طرقاتنا ومدننا، وباش نطوروا مصانعنا وتكنولوجياتنا ولا اي شيء يخص بلادنا في المناطق التي تحتاجكم موجوده فيها. احصاء خطتنا باش نبنيو مستقبلنا. السلام عليكم. خاوتنا، احنا اعوان الاحصاء، جينا نزوركم، افتحوا لنا الباب واعطونا الجواب، مع بعض نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا.